وخلال وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. سعادة النائب بعد التحية، إذن العديد والكثير من المشاريع والموضوعات التي تم إنجازها وتم مناقشتها خلال طبعا هذا الدور الانعقاد، ما هي أبرز هذه المشاريع والتي تم تنفيذها والانتهاء منها خلال هذه الفترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على الإحصائية مجلس الإحصائية مجلس النواب في الدور العقاد الثالث الأخير الذي انفض دور العقاد بأمر جلالة الملك الله يحفظه. طبعا إذا سلطنا الضوء على الكم المواضيع اللي تم مناقشتها في الدور الأخير يبين يعني حجم العمل وحجم المنظومة التشريعية في مملكة البحرين. طبعا 935 موضوع تم مناقشتها في 31 جلسة، يعني بمعدل أكثر من 30 موضوع في كل جلسة واحدة، وهذه يبين أن هناك تطوير للمنظومة التشريعية، وهذه ما أكد عليه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من حيث يعني اطلاع مجلس النواب بمسؤوليته من حيث أقرار المشاريع والمراسيم ومناقشة الحسابات الختامية وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى كثير من المواضيع اللي يعني تصب في المصب الصحيح من حيث التشريع والرقابة، وهذه دور أصيل متأصل للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب يعني مشاركة مع الغرفة الأخرى مجلس الشورى، ويعني هي ما هي إلا ترجمة حقيقية لمطالب مطالب الشعب يعني عبر المجلس، ويعني تبين وتميز في الفترة الأخيرة في الدور الأخير التعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك الله يحفظه في كل دور انعقاد يؤكد على التعاون بين السلطتين. طبعا المشاريع الكثيرة اللي احنا يعني تحققت على أرض الواقع من خلال المشاريع الكثيرة مثل ما ذكرنا 202 سؤال عند البرلماني وجهت إلى أصحاب السعادة الوزراء، كذلك عندنا 256 مرسوم ومشروع واقتراح بقانون في هذه الفترة كلها. من ضمن التعاون اللي حصل بين السلطة التشريعية والحكومة الحزمة الاقتصادية الأخيرة تم تشكيلها بتوافق من السلطتين التشريعية والتنفيذية، كذلك اللي سيطر على الدور الأخير مواضيع الجائحة من حيث التعليم عن بعد، من حيث دعم القطاع الخاص، من حيث يعني المواطنين البحرينيين في دعمهم، هذه من الأمور اللي تحققت كذلك يعني تحقيق رغبات الشعب. مثل ما ذكرت يعني تطوير المنظومة التشريعية في مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة، لا نألو جهدا في أن نحقق رغبات المواطنين عبر السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، معالجة كثير من القضايا على أرض الواقع، وهذه مثل ما ذكرت يعني هناك كان تعاون كبير من الاستجابة الحكومية لكثير من المطالب من حيث أقرار المشاريع والقوانين، وكذلك المشاريع اقترحت بقوانين كذلك. نعم، سعادة السيد علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.